رسالتي لجمهور النادي الاهلي، طول عمركم جمهور كبير وعظيم. اتعودت الحقيقه من وانا لاعب دايما ان جمهور النادي الاهلي في ظهر فريقه. دايما جمهور النادي الاهلي عارف وقت الدعم والمسانده امتى. وهو ده الوقت. هو ده الوقت اللي يجب ان يكون هناك دعم كبير جدا. انا كسبان زي ما قلت لحضراتكم، انا كسبان ثالث العالم او كسبان ميداليه برونزيه. كل الفرق الأفريقية عايزة تكسب النادي الأهلي، فما بالك بنادي كبير وعريق وله اسم كبير وعريق، نادي الهلال السوداني. فدعم جمهور النادي الأهلي هو المحرك الرئيسي والأساسي، لأنه جمهور نادي الهلال هيكون مالي الاستاد. اتحاد كرة القدم السوداني ادى لنادي الهلال راحة في الجولة الثالثة عشان يستعد بشكل كافي في الدورة الثالثة في الدوري السوداني، عشان يستعد بشكل كافي للنادي الأهلي بطل أفريقيا وثالث العالم. الصحف كتبت كده، الصحف السودان كتبت هذا الكلام. فعشان نبدأ مشوار النجمة الحداشر إن شاء الله، أو بداية المجموعات، حلم بالنسبة لنا ان احنا نفوز للمرة الثالثة على التوالي. هل ده ممكن يحصل؟ ممكن جدا يحصل. النادي الاهلي دائما ما يكون المرشح الاول لهذه البطولة، ولكن محدش عارف ايه اللي بيحصل. احنا كلنا هنقوم اللي علينا، اعلام النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، لاعيبة النادي الاهلي، جهاز فني، من قبل كل الناس دي الادارة، ادارة النادي الاهلي او ادارة كرة القدم في النادي الاهلي هتعمل ايه او عملت ايه علشان نصل الى هذا الامر. ازاي قدرت كإدارة كرة في النادي الأهلي ان انت تعمل هذا التوازن ما بين وجود عدد كبير من اللاعبين النجوم وشباب طالع على مجموعة قديمة اخرهم الكابتن وليد سليمان اللي اعلن اعتزاله نهاية هذا الموسم. وبالتالي جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء. انا دايما لما باجي اتكلم بتكلم مع حضراتكم كجمهور النادي الأهلي اللي دايما واقف في ظهر ناديه وعايزنا نكسب بكل الطرق. عشان كده رسالة مهمة للاعيبة النادي الأهلي. لا خلاص، تالت العالم انتهت، برونزية كأس العالم انتهت، وحسنا فعلت إدارة كرة القدم في النادي الأهلي كابتن خطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ. زي ما قلت لحضراتكم الكلام ده أنا قلته امبارح وهقوله تاني وهفضل أكرره لغاية يوم الجمعة اللي جاية، إنه كان هناك احتفالية كبيرة تجهزها قناة النادي الأهلي تاني يوم بعد فوز النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم، أو اليوم اللي هيصل فيه اللاعبين يوم الحد، ولكن تركيز في مباراة الهلال، أو تم اتخاذ قرار بالتركيز في مباراة الهلال وإن احنا نقفل على الفرقة خلال هذا الأسبوع وما يطلعوش في أي حتة. فبالتالي احنا أو الإدارة عملت خلاص، بتقول للعيبة إيه يا جماعة؟ ما عندناش حاجة نفكر فيها، التالت العالم احتفلنا واتبسطنا وهتاخدوا مكافآتكم وهتاخدوا كل حاجاتكم، تمام؟ يلا بينا بقى علشان عندنا، عايزين نرسخ ان الاهلي بمن حاضر. عايزين نرسخ ان الاهلي يستطيع ان يفوز للمرة التالتة على التوالي ويكون في كاس العالم السنة اللي جاية، زي ما موسيماني قال يكون في كاس العالم السنة اللي جاية، علشان عايزين ناخد ميدالية غير البرونز. هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه، هو ده اللي احنا عايزين نعمله خلال الفترة اللي جاية. وبالتالي دائما يظل دور الجمهور هو الدور الرئيسي والكبير في هذا الأمر. هتقول لي يا عم احنا هنعمل ايه؟ ولا حاجة، حضرتك تعمل كالعادة، المساندة المساندة المساندة، الدعم 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 والمساندة واجبة للاعيبة النادي الأهلي. وصدقوني كل حاجة حضراتكم بتعملوها وبتقولوها على مواقع التواصل الاجتماعي أو في تمرين أو في ماتش أو في حاجة، كل حاجة بتوصل للاعيبة النادي الأهلي.